اه والله العظيم حبيبي اللي باحب. يا بنت ده انت طايره مش ماشيه. ما تخليك في حالك انت. مش تقول يا بنت ان ليك مزاج في الميه. كنت سقتك حاجه معتبره. انت البعيد ايه؟ حمار. اول مره اتعلمت في وش. مستني تتعلم فين تاني؟ لا ما خلاص ذكر الزريبه في القسم زمانه بيتعلم. ليه يا اخويا في ايه؟ كيس بودره بحاله. انت عارفه فيها كام دي؟ 25 سنه. معلش يا نهار اسود. تعالي يلا على البيت، في حساب قديم لازم نخلصه. يلا خلص خالص، لا صوت ولم عليك ولا اكلها. يا لهوي يا رجاله انزلوا، عايز يغتصبني، عايز يتحرش بيا. انزلوا يا ناس. انا هسيبك بشوقك، انت كده كده جايه لي. ورياض غور من هنا اوصلك. غور يالا غور. يا خيبتك التقيلة يا فتون، انت واختك بقى الاتنين الرجالة كده يتحبسوا كده كده يعني. ايه ده؟ انا جاية معاكي يا اختي. ما انتش جاية يا فتون. ليه؟ هتخش الاسم ازاي وانت رجليكي مش شايلاكي كده؟ انا زي الفل على فكرة. سيبيني في حالي. انت كان مقبوض عليك؟ مين اللي قالك؟ لحقتي عرفتي؟ ده انا بقالي الساعة في القسم. بتتاجر في البودرة يا راشد؟ بودرتي وعفرتتي، جبت الكلام ده منين؟ الحمد لله على السلامة. والمصحف نورت. طب عليا النعمة من نعمة رب، أنا قلبي كان هيقف لما عرفت إن الحكومة مسكتك بكيس بودرة. مالها دي؟ ركز معايا هنا. أنت بتضحك عليا؟ ماشي في البطال ومنيمني صح؟ أنت مجنونة يا بت. وأنا لو اتقبض عليا الحكومة هتسيبني أخرج. أمال الونش قال لها كده ليه؟ ونش؟ وقال لك ايه بقى وينش؟ اسال فتون. قال لك ايه يا ست فتون؟ اصحي انت هتنامي. قال لك ايه وينش؟ قال ولا ما قالش يعني مش مشكله. طب والله ده انت نورت البيت. بس انا يعني تعبانه وصداع وحاجات من دي اللي انت فاهمها يعني. مالها دي؟ خد تعالى هنا. ايه؟ اللي ايه؟ مالك فيك؟ اسف بقى. تعالي هنا استني. إيه؟ وينش شافك بالحاله دي؟ مالها حالتي؟ ما تقولين في ايه؟ مالها؟ شاربة وسكرانة وحالتك بالبالة، هادي آخرة مروحة عند غنوة. أنا حرة على فكرة. محدش يقول لي تعملي إيه. ولا يعرف أبويا لا مؤاخذة يروح يقول. أبوكي ده في القبر. أنا هنا الراجل، تسمعي كلام وإلا هديكي بالجزمة فوق دماغك. تدي مين بالجزمة؟ أنت هتعمل عليا دكر يالا. دكر غصب عنك. لا عشان خاطر يا راشد ما تمدش إيدك عليها. محدش يمد إيده عليا. أنتوا هنا قاعدين في بيتي. تقعدوا بالادب والاحترام وكمان تحطوني فوق دماغكم. ولا مش عاجبكم اتنيلوا بستين داهيه. حقك يا فتون. لا مش حقها يا راشد. شقتي زي ما هي شقتها. ده تخلصوا بينكم. انا ماليش قاعده هنا. خلصت. انت عارفه مكاني. تعالى يا راشد. دي فتون بتحبك زي اخوها يا راشد. وانش مين اللي اقول له على شغلي؟ الله. انت عبيط يا راشد. ايه؟ رميت البودره؟ لا جدع يا راجل، لا انا ما عنديش شغل تاني من غير فلوس. وبالسلامه بقى عشان انت واقف عليا بخساره. هات لنا يا ابني البيره والشيشه. حاضر يا معلم. ايه اللي انت هببته ده؟ مسك اسد عيني وانا عارف ان معاه البوطه. راشد فاكرني بعته ليك. اعمل لك ايه يعني؟ مش هيعمل لي انا، هيعمل لك انت. اختفي بقى اليومين دول ما تخلوش يشوفك.
انا جيت عشان اصالحك. صالحيني ليه؟ وانت كنت زعلتيني. امر الله علي، اختي مش عارف اغيرها، وبعدين ما تنساش ان علي موصيك عليها. وانا ما قلتش معايا عسلية، هي اللي بتشخبط. يعني كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ راجع في انصاص الليالي وبتتطوح، ومفروض ان انا اقف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش واقول البيت ده يخصني. صح، انت صح. من هنا ورايح انا وانت ايد واحده عليها، وغصب عنها تتلم. بس عشان خاطر بقى نرجع البيت. بلاش النهارده، مزاجي مش حلو. ليه بس؟ ما قلنا فتون مقدور عليها. مش فتون يا ستي، الشغل اللي كنت نازله راح. ليه كده؟ مش انت قلت رايح تقابل الراجل؟ ايوه، وقابلته وقعدت معاه، ولما جينا نتكلم في مرتب قال لي كلام زعلني، مستقل بيا. ما هو الشغل كده يا راشد، اللي بيشغلك بيملكك وبيتحكم بماله. ولا يهمك، انا هرجع الشغل ده بعد اذنك طبعا، ولما احوالك تبقى عال ابقى عني. انت ينفع دلوقتي ترجع الشغل اللي فيه كريم بيه ده؟ ما هو فيش في البيت غير هو وامه. خلاص انا هكلمه ومن بكره الصبح هنزل الشغل. تمام تمام. طب اقول لك ايه، تعالي بيتي معايا بقى، فطون زمانها اتقلبت نامت. ماشي يا اخوي اللي تشوفه، بس انا كنت محضره اكل في البيت. مش مشكله، اطلع اوصى على الفرخه مشويه ويخلي الواد يبعتها. خلاص حاضر اللي تشوفه. ولما ارجع بقى نبقى نوضب الاوضه المتبهدله دي. ماشي يا اخويا ماشي، روح انت بالسلامه.